السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اكسكس عمر او عمر عادي. انزين، انا سويت موب جديد زون وور، وهذا ثالث فيديو حق اليوم. ما اعرف ايش اصور وايد فيديوهات اليوم عشان باخذ بريك، يعني ما بصور حق كم يوم، يعني بصور ايام فرق بين ايام، عشان تي بصور ثلاث فيديوهات اليوم. يلا، هذا موب حرب الزون، ويجيلك لوت عشوائي، اغراض عشوائية، وفي 8 سبونات، لان انا تعايز اسوي 16، لكن ان شاء الله قريب بسوي 16. بس ما روم اسوي ببلش حق هاي الماب، طبعا تترون تشوفون ما روم اسوي ببلش حق هاي الماب، لان لازم يكون عندي 500 سبورت كريتر. فالله يخليكم، انشروا هذا الفيديو واستخدموا كود هيلب عمر، لان احتاجه عشان اسوي ببلش هاي الماب، بعدين تروم تستمتعون فيها، تستمتعون انكم تلعبونها وكل شيء. بس الحين براكم كيف ببدا الجيم. قبل لا هذه هي الأسلحة اللي حصلتها، وبراويكم منها مكتوب ميد باي اكس اكس عمر، الحو دارك والحو بانك. كلكم تشيكوا حساباتهم الحو بانك والحو دارك، ساعدوني وايد في هالخريطة، وان شاء الله بعد الخرائط المستقبلية اللي بسويها. بس فقط لازم تستخدمون كريتر كورد مالي، هو هيلب عمر. الله يخليكم، استخدموه، احتاجه عشان اسوي ببلش حق هالماب. شوفوا هالماب صغيرة لكنها حلوة وزينة حق ها، وفي امو بوكسات متخششة كل مكان، وولد خالتي حطاهم كل مكان. فهذا ها، وانا الحمد لله دشيت هذا الكلان، يساعدوني وايد في فايل الاشياء، وان شاء الله بروجكتات جديدة جاية في المستقبل. زين، اول شيء تبدا الزون وتسكر علينا، انا محطنها اظني دقيقتين، وترون تلعبون يعني، يعني الزون الدمج 10، نسيت اقول هذا الشيء. واهم شيء انكم تستمتعون في الماب، يلا الله يخليكم، سووا لايك وسبسكرايب واستخدموا كود هيلب عمر،